بوجه رساله للاعبي الاهلي للهدوء والثبات والثقه بالنفس والحفاظ على المستوى عشان نضمن نوصل للنهائي ان شاء الله. انا عايز ان هم ربنا يوفقهم ان شاء الله، بس هم عايزين يلعبوا لعب كويس على اساس ان احنا عايزين نتعادل حتى هناك على الاقل نيجي هنا نغلب، واحنا عايزين البطوله ان شاء الله العشرة. اتمنى لهم الفوز طبعا ان شاء الله، وربنا يسعدهم ويكرمهم وتكون سنه سعيده عليهم باذن الله، ويكملوا بيت فرحتنا. احب اقول لهم ربنا يوفقهم يعني ويرجعوا بالسلامه، وان شاء الله هيعملوا حاجه كويسه يعني. شدوا حيلهم وان شاء الله يرجعوا منصورين ان شاء الله. ان هم يشدوا حيلهم وان شاء الله افشا يجيب جول. اقول ربنا يوفقهم يا رب ويكسبوا في الماتش الجاي مع الترجي ويشرفونا كده، وبحب الاهلي قوي. قادرين ان احنا نعملها تاني ونجيبها من جديد، ويبقى معانا مرتين على التوالي ان شاء الله وناخد العشرة. هم رجاله في الملعب على طول، ولازم انا كده يكسبوا. الاهلي متوقعين من الاهلي ان هو بيكسب في اي ماتش، يعني امر الله هيكسب ان شاء الله. يشد حيلهم وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقهم. اللعيبه شد حيلكم يا رجاله، انتوا رجاله وقدها، وان شاء الله يعني الفوز للاهلي ان شاء الله ربنا يوفقهم. هم قد المسؤوليه ورجاله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله الاهلي هيكسب ان شاء الله الماتش اللي جاي، واثقين في لعيبتنا الرجاله، وان شاء الله الورقه الرابحه للمستر موسيماني الكابتن وليد سليمان.